السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نواصل الحديث عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وطبعا كما قلنا في الفيديو السابق وذكرنا، سوف أخذ المثل التونسي الذي يعتبر مختبر المنطقة كلها. كل ما وقع أو يقع أو سوف يقع في تونس هو موجود في الدول الأخرى بشكل متفاوت. وقبل أن أنطلق في سرد الأحداث والتحليل، يجب أن أجيب على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لماذا أتحدث عن التاريخ ونحن نعلم أن العالم قد تغير؟ بالفعل العالم قد تغير، ولكن من لا يعرف التاريخ مهما كان سلبي أو إيجابي لا يمكن أن يفهم الحاضر، ومن لا يفهم الحاضر لا يمكن أن يبني المستقبل. وكما تقول بعض الأفكار الغنوصية، الحاضر هو دمج بين الماضي والمستقبل، والإنسان هو عبارة على المغزل الذي يغزل المستقبل بأدوات الماضي، أي أن الماضي عبارة على مادة خام أو مادة أولية يغزل بها الإنسان مستقبله. إذن لا يمكن أن تفهم ما نعيشه اليوم إلا بفهم ما عاشته شعوبنا من قبل، فهي عبارة عن تراكمات الماضي. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني هو أن الغرب ودولنا اليوم ليس ما كانت عليه بالأمس، وأن الأوضاع تغيرت. بالفعل الغرب اليوم أقل تدخل في شؤوننا من قبل وأكثر إنسانية، وكثير من الدول الغربية اليوم وخاصة الأوروبية تبحث عن حلول للخروج من هذا الوضع. لم تبقى إلا بعض الدول مثل فرنسا، أما أمريكا ما زالت تلعب اللعبة القذرة نيابة عن بريطانيا. أما حكامنا أو ما يسمى الحكومات التي تحكم دولنا، هناك من لديهم بالفعل رغبة في التغيير والاستقلال، ولكن التحديات كبيرة سواء من الخارج سواء من الداخل، وعلى حسب وضع المنطقة التي هي مرتبطة بالتاريخ متاعها واللي وقع في التاريخ، وهذا ما سوف نعرفه خلال هذه الفيديوهات. إذن أنا مانيش معناتها نرجع اللوم كامل على الغرب أو على الحكومات متاعنا، هناك تداخل في المصالح وهناك ظروف وعوامل. صحيح العالم تغير والعالم يذهب نحو أكثر إنسانية واحترام الآخر، ولكن هناك تراكمات الماضي ما زالت تلعب على الساحة، وهناك مطامع لبعض الدول وخاصة أمريكا وخلافتها مع الحلف الشرقي، وهناك مطامع كما قلت إيرانية وغيرها هي اللي تخلي الأمر أكثر تعقيد. أما السؤال الثالث: لماذا تونس تعتبر مختبر لكل الدول الأخرى؟ لأن تونس صغيرة نسبيا من جهة، ومن جهة أخرى في منطقة بعيدة على كل الصراعات الكبيرة، ومن جهة ثالثة قريبة من أوروبا وتحت المراقبة المباشرة الأوروبية، هذا كله من جهة. ومن جهة أخرى النظام القبلي في تونس نوعا ما ضعيف بالنسبة لبعض الدول الأخرى، الذي النظام القبلي له سلطة وله تأثير، كما أن الأمازيغية كهوية نوعا ما ضعيفة في تونس بالنسبة لبقية دول شمال إفريقيا، وخاصة عندما نعرف أن تونس عرفت الحضارة القرطاجانية والتدخل الروماني القوي فيها. ومن جهة أخرى تونس إسلامها نوعا ما معتدل بالنسبة لبعض الدول الإسلامية الأخرى، وبصفة عامة تونس ليس فيها مذاهب كثيرة، وهناك نوعا ما انسجام بين سكان تونس، والحس الوطني للانتماء للوطن التونسي نوعا ما قوي بالنسبة لبعض الدول الأخرى. لهذا تونس تعتبر أفضل دولة يمكن أن تكون مختبر مصغر
يمكن الاعتماد عليه للقيام بالتجارب السياسية التي يمكن تعميمها في المستقبل على بقية الدول. ولهذه الأسباب في هذه السلسلة من الفيديوهات سوف أتخذ تونس كمثل لكل بقية دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنني أكثر اطلاع ومعايشة لما حدث في تونس منذ قرابة نصف قرن. وطبعا قبل أن أتحدث ما عايشته في تونس يجب أن أعود قليل للتاريخ، عندما كانت تونس تتبع الإمبراطورية العثمانية مثلها مثل بقية الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تبعية تتفاوت من منطقة إلى أخرى، سوى تبعية كلية أو جزئية أو بمعاهدات حكم ذاتي أو بمعاهدات سلمية مثل المغرب بعد حروب طاحنة. تونس كانت تتبع الإمبراطورية العثمانية في الأول بعد سقوط الحفصيين 1574 عن طريق الدايات ثم عن طريق البايات. وفي مطلع القرن السابع عشر وقع تغيير جوهري في تونس عن طريق سيطرة الباي حسين على السلطة، وأسس أسرة مالكة عرفت بالأسرة الحسينية التي كسبت نوع من الاستقلال الذاتي عن تركيا. نحن نعرف أن الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية استعمارية لا يهمها الدين ولا العلم ولا الثقافة ولا الفكر ولا أي شيء آخر، هدفها الأول والأخير هو الغزو العسكري خاصة لأوروبا والأموال والأرباح الاقتصادية التي تحصل عليها. كانت لا تهتم إلا بتركيا وبقية العالم الإسلامي التي تسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مجرد عبيد في خدمتها ومصدر للتجنيد والمال فقط. تركيا عزلت الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن التطور والحضارة الذي يحدث في أوروبا، ومنعتهم كليا من أن يواكبوا التطورات الحديثة. لهذا وقع نوع من التمرد في بعض الدول مثل مصر وتونس، وخاصة تونس مع قيام الدولة الحسينية في بداية القرن السابع عشر. هذا التحول الكبير الذي وقع في تونس حيث إن الباي تقرب للشعب ولمطالب الشعب وأراد أن يكون دولة حديثة تشابه الدول التي قامت في الغرب، ويخرج تونس من العزلة الذي وضعت فيها الإمبراطورية العثمانية المناطق التي تحت سيطرتها. وأول ما قام به هو عملية التعريب لكي تتميز عن تركيا، ودعم رجال الدين، والقيام بإصلاحات كبيرة في الإدارة والجيش. وفي عهد أحمد باشا بي أسس قصر باردو، ومن أهم رموز التغيير والإصلاح خير الدين باشا أو ما يطلق عليه خير الدين التونسي. ودامت هذه الإصلاحات عدة أجيال، جعلت تونس من الدول الأكثر تقدماً في نظام الدولة والمؤسسات على بقية المناطق التي تحت السيطرة العثمانية. الدولة الحسينية كانت شبه مستقلة، فهي صحيح لم تعلن استقلالها كلياً عن تركيا لأنها كانت تستفيد من القوة التركية التي كانت في أوجها لكي تحمي نفسها من غزو أوروبي، وفي نفس الوقت تقربت من أوروبا وأخذت منها التجارب والتقنيات الحديثة وبنت على أساسها الدولة التونسية. ولكن عملية الإصلاح تحتاج إلى كثير من المال خاصة في المؤسسات وفي الجيش وغيرها من الأمور، وعدم استقلالها كليا عن تركيا يجعلها لا تستطيع أن تقوم بكل الإصلاحات التي تريدها، لأنها مطلوبة أن تقدم أموال كبيرة كجباية إلى تركيا، وليس إلا الأموال بل مطلوب منها أن تقدم جنود في الجيش التركي لكي تحارب بهم في أوروبا والمناطق الأخرى من آسيا،
وكل هذه المصاريف تكلف الدولة الحسينية مبالغ طائلة، وهي في حاجة إلى أن تقوم بإصلاحات مهمة في الدولة الحديثة. ولهذا اضطرت إلى القروض من الدول الأوروبية للقيام بالإصلاحات اللازمة، وتفاقمت هذه الديون وأرهقت خزينة الدولة. طبعا أوروبا لم تتردد في إقراض تونس مبالغ طائلة، وكانت تعلم أن تونس لا تقدر على سداد هذه الديون، وخاصة أنها تدفع مبالغ طائلة إلى الإمبراطورية العثمانية، فتمادت في إقراض تونس إلى أن وصلت إلى مرحلة العجز على تسديد الديون. في سنة 1865 قررت أوروبا أن تخلق لجنة يطلق عليها الكوميسيون، وهي لجنة مالية دولية من أجل التحكم في خزينة الدولة التونسية وتوزيع الأموال إلى الدائنين، ولكن رغم ذلك لم تنجح تونس في سداد ديونها. للعلم هنا أن سياسة أوروبا في تغريق الدول بالديون هي سياسة قديمة وحديثة، والذي يحدث لتونس اليوم هو نفس الشيء الذي حصل قبل أكثر من 100 سنة، وهو إعطاء تونس قروض وإغراقها في القروض حتى يتم التحكم في سياستها. طبعا قبل أكثر من 100 سنة الوضع كان يختلف، حيث إن كانت مطامع أوروبا واضحة في تونس بعد احتلال الجزائر، وكانت تونس التي هي تحت الحماية التركية ولو نسبيا تعتبر فريسة سهلة لأوروبا وخاصة لفرنسا بالذات، إذ تم إغراق تونس في الديون في الأول، ثم وضع اليد على خزينة الدولة، ثم فكرت فرنسا في الاستثمار في تونس والترويج لسلعها كمرحلة أولى، ثم بحجة حماية حدودها الجزائرية مع تونس دخلت إلى تونس واحتلت العاصمة واستولت على بنزرت عام 1881، وفرضت الحماية على بي تونس محمد صادق بي الذي اضطر على الإمضاء خوفا على عرشه في 12 ماي 1881 على معاهدة باردو الشهيرة. وهكذا تونس بدأت مرحلة جديدة من الحماية التركية العثمانية إلى الحماية الفرنسية. وطبعا دخول فرنسا إلى تونس لم ترضي السلطات الدينية التي قواها الحسينيين في تونس، وخاصة جامع الزيتونة، لكي تعرب البلد من أجل التميز على تركيا والاستقلال عنها جزئيا. نفس هذه المؤسسة الدينية استعملت من أجل الانطلاق لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي، خاصة بعد أن وقع علي باشا بي عام 1883 على اتفاقية المرسى الذي أعطى الهيمنة الكلية لفرنسا على تونس، وأصبحت تونس منطقة عسكرية، واتجهت فرنسا إلى الحوض المنجمي لاستخراج الفوسفات وسرقة الثروات التونسية، وقامت بخطوط سكة حديدية والطرقات في المناطق التي يمكن فيها سرقة الثروات التونسية أو من أجل توسعها العسكري، كما سمحت فرنسا لرعاياها الاستيلاء على الأراضي الفلاحية الشاسعة التي كانت تتبع الأحباس، ولم تكن في الأول معارضة منظمة ضد الاحتلال الفرنسي بسبب القوة العسكرية الصارمة. وفي سنة 1907 تم تأسيس حركة الشباب التونسي للدفاع على حقوق التونسيين على أرضهم بقيادة علي باش حامبا والبشير أسفر، ولكن تم قمع هذه الحركة بعد عدة سنوات من طرف المستعمر الفرنسي، وانتهت بانتفاضة عامة بداية من 1911 ضد المستعمر الفرنسي، وانتهت بأحداث الزلاز 1912. خلال الحرب العالمية الأولى جندت فرنسا عشرات الآلاف من التونسيين للعمل في الجيش الفرنسي، وبعدما انتهت الحرب العالمية الأولى
وقعت مقاومة مسلحة ضد الاستعمار في جنوب تونس دامت سنتين. وبعد إعلان الرئيس الأمريكي نيلسون عن حق الشعوب في التقرير المصير، أسس في مارس 1920 أول حزب تونسي يطلق عليه الحزب الحر الدستوري. ولم يطالب هذا الحزب صراحة بالاستقلال، وإنما طلب الإصلاح، ولقد تم دعمه من طرف الناصر بي، إلا أن ضغوط المقيم الفرنسي أجبر زعيمه عبد العزيز الثعالبي إلى اللجوء إلى المنفى. وفي سنة 1924 ظهرت جماعة عموم العمل التونسيين كأول نقابة وطنية في تونس، غير أنها لم تدم كثير، ومثلها مثل الحزب الحر الدستوري تم الضغط عليها وإجبار مؤسسها محمد علي الحامي بدوره إلى المنفى والخروج من تونس. في بداية الثلاثينيات توترت الأوضاع مع الأزمة الاقتصادية العالمية وقروب الحرب العالمية الثانية، فظهر جماعة من المثقفين الذين درسوا في الجامعات الفرنسية، ومنهم لحبيب بورقيبة وهو محامي، وانضموا إلى اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري، ولكن لم يلبثوا كثير حتى تم انشقاقهم عن الحزب وتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الحر الدستوري الجديد 1934. ووجد هذا الحزب إقبال كبير من طرف التونسيين، ولكن تم إبعاد مؤسسيه إلى الجنوب التونسي إلى 1936. في سنة 1938 قامت مظاهرات كبيرة تطالب لإصلاح في نظام الحماية الفرنسي، ولكن تم قمعها من طرف المستعمر الفرنسي، ووقعت عشرات من القتلى، وتم اعتقال زعماء الحزب ومن بينهم لحبيب بورقيبة، ووقعت تونس في حالة فراغ سياسي، واندلعت الحرب العالمية الثانية، ودخلت القوات الألمانية إلى تونس 1942. وكان دخولها مع القوات الإيطالية من جنوب تونس من جهة ليبيا، واحتلوا العاصمة عام 1943. دخول قوات المحور لم تسبب خسائر كبيرة في تونس، ولكن كان لها تأثير سياسي كبير. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم خلع منصف باي اللي جاء مع المحور، وتعيين في مكانه الأمين باي، بينما بورقيبة وحزبه كان حذر في الأول ثم جاء مع الحلفاء. وبعد انتهاء الحرب خير بورقيبة للجوء إلى مصر. وعند غياب بورقيبة قاد الحزب صالح بن يوسف مع منجي سليم، وكان توجههم عروبي، ولقد لقوا إقبال كبير من طرف التونسيين في تلك المرحلة. وفي نفس تلك المرحلة تم تأسيس الاتحاد التونسي للشغل بقيادة فرحات حشاد، الذي أصبح له دور في الساحة الوطنية. في 1950 بدأت الرؤية تتضح، حيث هناك ثلاثة أطراف كبيرة على الساحة التونسية يطالبون بالاستقلال، يترأسهم الحزب الحر الدستوري الجديد. الشق اليساري المتمثل في الاتحاد التونسي للشغل بقيادة فرحات حشاد، والشق العروبي المتمثل في صالح بن يوسف، والشق المتغرب بقيادة لحبيب بورقيبة. في 1950 شكلت حكومة مفاوضات شارك فيها الحزب الحر الدستوري الجديد، انتهت دون التوصل إلى نتيجة. في جانفي 1952 اندلعت المقاومة المسلحة المطالبة باستقلال تونس عن فرنسا، وواجهتها القوات الاستعمارية الفرنسية بقوة، واعتقلت قادة الحزب الحر الدستوري الجديد وعلى رأسهم لحبيب بورقيبة، وقامت منظمة اليد الحمراء القريبة من المخابرات الفرنسية باغتيال فرحات حشاد والعديد من وجوه الحركة الوطنية التي تعتبرهم غير موالين لها أو لهم توجهات يسارية، لكي يخلى الجو للحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف.
دخلت تونس في تلك الفترة حالة احتقان كبيرة ومقاومة مسلحة وفلاجة وعمليات ضد المستعمرات الفرنسية، مما أخاف السلطات الفرنسية أن تفقد السيطرة على الوضع وتتحول المسألة إلى استقلال حقيقي لتونس. ولهذا قرر رئيس الوزراء الفرنسي بيير مونديس فرانس نية إعطاء الاستقلال لتونس للأشخاص اللي هو عنده ثقة فيهم، واللي هو الحزب الحر الدستوري الجديد، لأن كان ما يعطيش الاستقلال في تلك الفترة يمكن الأوضاع تتوتر وتونس تحصل على استقلال حقيقي من فرنسا. لهذا قرر سنة 1954 أن يعطي الاستقلال لتونس ودخول في مفاوضات مع الحزب الحر الدستوري الجديد الذي يمكن أن يحمي المصالح الفرنسية في تونس، وفي نفس الوقت يتم القضاء على المقاومة المسلحة الذي لم يعد لها أي تبرير عندما تونس تحصل على الاستقلال متاعها. إذن فرنسا دخلت في مفاوضات من أجل إعطاء الاستقلال المشروط لتونس أو الاستقلال السوري دون أن تخسر مصالحها الاقتصادية والسياسية. بعبارة أخرى، تبحث على شخص يحافظ على مصالحها ويسكر عليها باب بلاد قد لا يمكن إغلاقه من بعد، ووجدت في شخصية بورقيبة هو الشخص المناسب لكي يكون رئيس تونس. في جوان 1955 عاد لحبيب بورقيبة من المنفى لكي يمضي اتفاقية الاستقلال الداخلي في 3 جوان، وفي 18 سبتمبر من نفس السنة شكلت حكومة جديدة فيها أنصار بورقيبة. عارضها صالح بن يوسف واعتبر أن الاتفاقية غير كاملة وطلب بالاستقلال الكامل عن فرنسا والتاب، وطلب من التونسيين بالالتحاق بالثورة الجزائرية. ومن هنا بدأ الخلاف واضحا وجليا بين لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، بين ما يسمى بالمد الغربي والمد العروبي، رغم أنهم الزوز هم موالين للغرب بطريقة أو بأخرى. المد الغربي هو موالي مباشرة للغرب، بينما المد العروبي هو موالي بطريقة غير مباشرة، وهذا اللي باش نحاولوا نفهموه توا. خلينا نبدأ بالمد الغربي الذي هو أكثر وضوح. هما في الغالب أشخاص درسوا في الجامعات الغربية في أوروبا أو في الجامعات التابعة للمستعمر الغربي في الدول المستعمرة، وتشبعوا بالأفكار الغربية وانبهروا بها وما أحدثت من تغيير في أوروبا، بغض النظر عن نيتهم الذي هي ليس موضوعنا هنا. يرون هؤلاء أن التقرب من الغرب واتباع الغرب في نهضته هو الطريق الأمثل والأفضل للخروج بلداننا من التخلف والانحطاط الذي يعيشون به. يرون وضع أيديهم مع الغرب والتودد له واتباع أسلوبه هو الطريق الوحيد لو أردنا أن ننهض وأن يكون لنا شأن، وإن كان ذلك على حساب هويتنا وشخصيتنا. لهم نظرة سلبية لكل ما هو موروث ونظرة إيجابية لكل ما هو غربي. ظهر هؤلاء في جميع العالم الإسلامي الذي كان تحت سيطرة الاستعمار الغربي بدرجات متفاوتة في اتباع الغرب والانصهار فيه. نجد أوجه في تركيا مع أتاتورك، وفي تونس لدينا لحبيب بورقيبة ومن يحوم حوله. كان لحبيب بورقيبة إنسان سياسي بامتياز وله بعد نظر، وكانت فرنسا تفضله على أساس أنه يكون رئيس تونس، وكان حلم بورقيبة أن تصبح تونس مثل فرنسا، ولكن كان يعلم جيدا أنه يجب أن يرضي فرنسا وأن يواجه التحديات الداخلية. يمكن أن نقول أن بورقيبة كانت له وجهة نظر خاصة لكي لا نتهمه بالخيانة الكلية. بالنسبة لها الحصول على الاستقلال يجب أن يكون بثمن وعلى مراحل، وكان مستعد لذلك
لأن كان هدفه أن يكون أب لتونس الحديثة. كانت خطة بورقيبة أن يحصل على الاستقلال الجزئي من فرنسا في الأول سنة 1955، ثم الاستقلال التام عام 1956، في المقابل أن يسمح للشركات الغربية بعقود استغلال الثروات التونسية والولاء السياسي للغرب وخاصة لفرنسا. بالنسبة لبورقيبة، هذه الاتفاقيات سوف تسمح له للعمل بأريحية في الداخل، لأن حسب وجهة نظره التحديات هي داخلية في الدرجة الأولى. وأول شيء قام به الحبيب بورقيبة هو خلع آخر بي حسيني الأمين باي بن محمد الحبيب عام 1957 وإعلان الجمهورية. أول عقبة اعترضت بورقيبة في الداخل هو المد العروبي بقيادة صالح بن يوسف. طبعا في ذلك الوقت المد الإسلامي كان جدا ضعيف ومتخفي وراء المد العروبي بعلماء جامع الزيتونة. سوف لا ندخل في التفاصيل حول المد العروبي، وسوف نتكلم عن علاقته بالغرب ولماذا فرنسا خيرت بورقيبة على صالح بن يوسف بالنسبة لتونس. أولا يجب أن نعرف أن فكرة العروبة ظهرت قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية على يد جورج زيدان، وهو لبناني مسيحي، وأيد فكرته شريف مكة حسين بن علي، ودعم هذه الفكرة المستعمر البريطاني والفرنسي لإضعاف الإمبراطورية العثمانية وقيام إمبراطورية مصغرة عربية تضم العراق والشام والجزيرة العربية في الأول، ثم انضمت إليهم مصر والسودان ودول شمال إفريقيا. كان الهدف هو قيام إمبراطورية عربية في مكان الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، تكون تحت نظام مدني علماني وتعمل على تعريب المناطق الغير معربة وتوحيد هذه الدول تحت شعار اللغة العربية الذي بالنسبة لهم هو الذي يمثل القومية العربية. هذا المد العروبي كان متأثر بالأفكار الاشتراكية بخلاف المد المتغرب الذي كان متأثر بالأفكار نوعا ما الرأسمالية أو الليبرالية. وكان المد العروبي يطالب بالمحافظة على الخصوصية العربية مع تمدين هذه الخصوصية واقترابها من الحضارة مع المحافظة على الواقع، وضد عملية التغريب الكلية. وهذه الفكرة كانت تؤيدها أكثر شيء بريطانيا. بريطانيا لم يكن لها هدف تغريب المجتمعات المستعمرة، بينما فرنسا كان هدفها هو التغريب وبث ثقافتها الفرنسية. هذا الفرق من بين الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني. الاستعمار البريطاني كان هدفه سرقة الثروات وكسب الولاء السياسي، بينما الاستعمار الفرنسي كان هدفه مع سرقة الثروات وكسب الولاء السياسي، ولكن عملية تصدير ثقافته وفكره للدول المستعمرة. ولهذا فرنسا كانت أقرب إلى بورقيبة الذي كان يلبي كل رغباتها خاصة بالنسبة لتونس. وقبل أن أختم هذه الفيديو لكي نتكلم في الفيديو المقبل حول الصراع بين ما يسمى المد القومي العروبي والمد المتغرب الذي يمثلانه صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة، يجب أن نعطي فكرة عن التغيرات التي حصلت خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. نحن نعرف إن الفكر الإسلامي الوهابي كان محصور في منطقة الجزيرة العربية وخاصة السعودية، بين بقية ما يسمى العالم المتكلم بالعربية نوعا ما والذي تم تعريبه قصرا عبر أجيال، كان منتشر الفكر العروبي، وكان الفكر الإسلامي متخفي عبر المؤسسات الدينية كالأزهر والزيتونة وغيرها. أما الفكر المتغرب كان نوعا ما ضعيف، كان أوجه
فيما يسمى بالعالم المتكلم بالعربية في تونس بدعم فرنسي، وكان الفكر المتعرب مدعوم من الاشتراكيين الذي كان لهم تواجد قوي في أوروبا، كما أن التواجد الشيوعي القوي بدعم الاتحاد السوفيتي كان له أيضا تأثير كبير في أوروبا، خاصة عندما دخول الاتحاد السوفيتي مع التحالف في الحرب العالمية الثانية. إذن الأحداث العالمية التي حصلت خلال الحرب العالمية الأولى والثانية غيرت كثير من المعطيات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فنجد بعد الحرب العالمية الثانية عدة أطراف في صراع في هذه المنطقة، ويمكن أن نلخصها في 4 أطراف كبيرة، وهي: المد الأول هو المد المتغرب الذين يدعون إلى اتباع الغرب كليا، مثل أتاتورك في تركيا وبورقيبة في تونس، مدعوم من طرف الجهات الرأسمالية الليبرالية اليمينية في أوروبا بصفة عامة. أما المد الثاني هو المد العروبي الذين يريدون قيام إمبراطورية عربية تقوم على القومية العربية كلغة وثقافة، لهم توجهات اشتراكية علمانية وموجودين في سوريا ومصر والعراق، ولهم دعم من طرف الاشتراكيين في أوروبا. المد الثالث هو المد الشيوعي الذي كان مدعوم من الاتحاد السوفيتي ومسيطر على النقابات والعمال في الدول ما يسمى المتكلمة بالعربية. أما المد الرابع هو المد الإسلامي السلفي الذي كان محصور في الأول في الجزيرة العربية وبدأ يظهر في مصر تحت تأسيس حركة الإخوان المسلمين ومدعوم من بريطانيا. وكان الهدف من دعم وتقوية المد الإسلامي السلفي هو ضرب الشيوعيين في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهذا ما سوف نعرفه في الفيديوهات القادمة. أما بالنسبة للفيديو القادم سوف أتكلم عن الصراع من بين لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، ما يسمى المد المتغرب والمد العروبي، لأن في تلك الفترة بعد الاستقلال الذي كان نوعا ما قوي هو المد العروبي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. إذن في بداية الخمسينات كانت رقعة السترنج الكبيرة، وهي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حدثت فيها كثير من التغيرات والتداخلات بين الاتجاهات، وكان الغرب سواء بشقه الغربي أو الشرقي الاتحاد السوفيتي يلعبون على هذه الرقعة من أجل مصالحهم الشخصية، وطبعا نحن كشعوب هم الذي يدفعون ثمن هذه الصراعات، نتيجة جهل شعوبنا من جهة أو تجهيل شعوبنا إن صح التعبير، وانصياعنا وراء العاطفة والخطابات العاطفية سواء العربية أو الإسلامية أو الشيوعية أو التغريبية. إذن وصلنا في نهاية هذه الفيديو إلى بداية الخمسينات، وسوف نواصل في الفيديو القادم للحديث عن المثل التونسي والصراع الذي وقع بين لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف ودخول ما يسمى المد الشيوعي ثم المد الإسلامي. وطبعا كما قلت وأقول إن تونس مجرد مثل، وإن ما يحصل في تونس هو تقريبا نفسه يحصل في كل الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدرجات مختلفة. يكفي أن كل واحد منكم يقارن الوضع التونسي بوضع بلاده باش يفهم شنو حصل في بلاده خلال 100 سنة الفارطة. أظن قد فسرت الموضوع أسهل شيء ممكن وبطريقة سهلة وسلسة لكي المشاهد يفهم شنو قاعدين نعيشه وكيف سوف تتطور الأحداث إلى أن تصل إلى ما وصلنا إليه هذه الساعة. المهم لو قلت معلومة غلطة يمكن أن تصلحوا لي عن نص، لو عندكم سؤالات يمكن أيضا أن تسألوا عن نص. وشكرا على المتابعة، وشكرا على التوزيع، وشكرا على التشجيع.
ومعاه فيديو قادم وبسلامه.